هذا ينضم إلينا ومعه المزيد من التفاصيل حول هذه العمليات في تل عفر جاسم حنون الخبير الأمني والعسكري من بغداد. سيد جاسم أهلا بك، وهنا يعني كيف تبدو التقدمات والتحركات التي يقوم بها الجيش العراقي لمحاولة تحليل تل عفر بالكامل؟ شكرا جزيلا، تحية لك. طبعا وفق المعطيات الميدانية يوم السادس لمعركة خادمون يا تل عفر، أغلب المهام الممكنة للقطاعات العسكرية المتمثلة بثلاثة محاور والتي انتشرت على طوق كامل لقضاء تل عفر اليوم، من أصل 28 حي في داخل تل عفر نتكلم عن 19 حيا تم تحريرهم بشكل كامل وسيطرة القطاعات العسكرية عليه، وكذلك رفع العلم العراقي، إضافة إلى منطقة الحلبية التي كانت تعدي الشريان الرئيسي إلى تنظيم داعش الذي يربطه بالمنطقة الشمالية والشمالية الغربية، المناطق الحدودية المتمثلة بالحدود العراقية التركية وكذلك الحدود العراقية السورية، إضافة إلى الخط الرابط وما يعرف بخط الكسك المعروف، الخط الاستراتيجي الذي هو يربط محافظة صلاح الدين بقضاء تل عفر تمت السيطرة عليه بشكل كامل. أنا باعتقادي حالة من الانهيار الكبير لتنظيم داعش في أغلب المناطق التي هاجمتها القطاعات العسكرية العراقية، وهنالك أيضا تقدم كبير لقواتنا من المحاور، وهذه من المعارك التي متابعتي إليها من المعارك السريعة والتي أنجزت مهامها قبل التوقيتات التي وضعت من قبل القيادات والآمرين في تلك الأماكن. إذن هل ترى سيد جاسم أن يعني الطبيعة الجغرافية السهلة، المساحات الواسعة، عدم وجود بنى تحتية، عدم وجود منحنيات، عدم وجود بيوت يعني قديمة وشوارع ملتوية وضيقة كما في الموصل، هي التي ساعدت القوات العراقية على إحراز هذا الانتصار في وقت قصير؟ هذا قد يكون عامل مساعد، لكن حقيقة الذي أحرز الانتصار للقطاعات العسكرية العراقية هو العدو المهزوم، تنظيم داعش مهزوم. من أين أتوا مقاتلين تنظيم داعش إلى تل عفر؟ هم الذين انهزموا من الساحل الأيسر للموصل والساحل الأيمن، ومن ثم تمركزوا في داعش، أي أن العدو مهزوم وليس له قدرة على مواجهة القطاعات العسكرية العراقية. أما بخصوص المناطق الكبيرة والمساحات الواسعة، هنا استخدمت الكثير من الآليات والمجزرات وكذلك المدرعات وأيضا متاعية الميدان والأسلحة الساندة وكذلك المظلة الجوية، هذا يعطي مساحة أوسع إلى القطاعات العسكرية العراقية بالانقضاض على تنظيم داعش والقضاء على عناصره في تلك الأماكن. لكن العوامل النفسية وظروف المعركة وعملية الانتصارات والانتصار الكبير في الجانب الغربي من الموصل، هذه النتائج التي انعكست على قضاء تل عفر الذي كان رهان عليه ليس عسكريا ولكن جيوسياسيا أبعد من ذلك الأمر. لكن هل ترى أيضا أنه تنظيم داعش في تل عفر فقد قيادته، وبالتالي ليس له قيادة مركزية تستطيع أن تقوده، وهذا أدى أيضا إلى سرعة الانتصار؟ نعم سيدي، هنا الخلاف الذي حصل بينهم قبل انطلاق العمليات في أسبوع، القيادات الأجنبية والعربية طلبت من بعض القيادات المحلية بتقديم أسرهم كدروع بشرية أمام القطاعات العسكرية العراقية حتى يتمكنوا من الفرار قبل قطع طريق المحلبية، لكن نشهد ما بينهم خلاف وتم قتل الكثير من قياداتهم فيما بعضهم البعض، وهذا تقارير أكيدة وأكدتها الجهود الاستخبارية العراقية. هذا أعطى أيضا عملية أسهل إلى القطاعات العسكرية لأنهم يخوضون معركة بالأصابات بدون قيادات، وهنا تكون الأوامر غير مركزية وحالة التمركز تكون غير ذات جدوى لهم في تلك الأماكن، لأنهم لا يأخذون لا من قياداتهم الميدانية ولا من ولاتهم الشرعيين. واضح ما تقوله. إذن السيد جاسم حنون الخبير الأمني والعسكري كنت معي هاتفيا من بغداد، أشكرك شكرا جزيلا.